رجعنا لكم متابعينا بعد الفاصل. وطبعا عادت الأجواء التاريخية في جدة، طبعا هذا الشيء اللي تعودنا عليه، وعادت المهرجانات في جدة من طبعا موسم الرابع لجدة التاريخية، وهذا المرة بس بمسمى مختلف وهو التاريخ. طبعا كاميرا سيدتي أكيد كانت حاضرة هناك وكان لها جولة رائعة، خلونا نتابعها. مهرجان جدة التاريخية بنسخته الرابعة يشعل أتاريك الذكريات التي تزينت به أزقتها وحاراتها لكونها إحدى رموز الفرح الحجازية. تميزت أتاريك السنة صراحة بالداعم الرئيسي لها الهيئة العامة للترفيه، اللي هي خلتنا نحن نمزج التراث بالترفيه. الجديد هو يعني تحويل الاسم من كنا كده الى كلمه اتاريك. اتاريك طبعا هي الضوء، مصدر الضوء دائما بيطلع من اداه، هو الاتريك هو اداه. نحن يعني اشرقت شمس الاتاريك في جده التاريخيه. اولا انا من المتابعين لانطلاقه هذا المهرجان من البدايه، واداره التعليم هي اساس في اللجنه الرئيسيه، وسعيد بما رأيت من تطور الآن وتحول كبير جدا في المهرجان. ولا شك أن ربط الجيل بهذا التراث وبهذا التاريخ وبالعمق لتاريخ مدينة جدة ولتاريخ المملكة العربية السعودية يعتبر مطلب وهدف تربوي. ضم المهرجان 65 فعالية تقام وفق أفضل المقاييس العالمية تضع الزائر في أعماق تاريخ جدة ليعيش الأيام الجميلة، أيام الطيبين من الآباء والأجداد. كان من أبرزها فعالية أدخل التاريخ، والتي تستعرض قصة جدة قبل نحو 2600 عام. يليها الرقص الأفقي، والتي تقدمه إحدى الفرق العالمية بتسلق مباني جدة الأثرية بخفة وانسياب. الزائر طبعا حيشوف متحف رضوى هنا، احنا جايبين المتحف كامل هنا على اساس انه الجزء البحري، على اساس عروس البحر، ابنتها، التمساح، الذئبه، انواع القروش المختلفه في البحر الاحمر، الادوات، طريقه صنع الصخو، الاشياء الخاصه بالبحر كلها جايبينها هنا. في الامس كله الامس بيعيش واقع هنا بين الفنون الشعبيه، بين المعروضات البحريه والاشياء الجميله اللي في البحر كلها، حيشوفها عندنا هنا ان شاء الله في المرفأ. سمينا فريق فزع سيدي لانه احنا اول شيء اهل جده معروف عننا بالفزع، في حاله تحتاجون الزوار في اي حاجه نفزع معاهم، نوقف معاهم، معروف عننا برضو الشهامه في اي حاجه، اي موقف نكون احنا اول ناس تدلهم وتساعدهم. ولم تغب الالوان الفولكلوريه عن امسيات المهرجان، والبيت الحجازي ومعرض الطيبين ومرفأ أتاريك وفعالية البزورة والتعليم وغيرها من الفعاليات التي أبهجت أهالي جدة وقدمت لهم المعرفة والتاريخ بأسلوب ترفيهي حديث. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي، جدة. طبعا الجميل في هذه النسخة انه المرأة السعودية كان لها مشاركة مرة كبيرة، وكان لها بصمة وافكار كثير واضافات كثير في هذا المهرجان، واليوم راح تحدثنا عنها اكيد ضيفتنا في الاستوديو رولا الطف، وهي عضو فريق التنظيم. يا اهلا وسهلا فيك رولا. اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. طبعا رولا، هذا المهرجان ربطنا كثير باهلنا وبعاداتنا وبتاريخنا، اكيد هذه المرة وهذه النسخة حابين نعرف منك ايش اللي كان جديد. طبعا نحن نتكلم عن مهرجان جدة التاريخية، هو مهرجان ثقافي. هذه النسخة هي النسخة الرابعة. احنا عندنا كل سنة بنعرض تاريخ جدة بطرق جدا مختلفة. عندنا في سنة من السنوات يعني بنعيشك في جدة التاريخية بالحي، بطريقة حية. زي عندنا مثلا بنعرض المهن، عندك السقة بيمشي جنبك وبتعيشي زمانك. حلو. فدي السنة حبينا انه عشان يكون انه يعني السنة الرابعة، هي طبعا 4 سنين، فكيف يعني نبغى نجذب الزوار للمهرجان بطرق طبعا مختلفة. اضفنا
الترفيه في في المهرجان في التاريخ، اضفنا الترفيه. عندنا الفعاليات كلها طبعا برضو تتكلم عن تاريخ جده وكيف نشاته، بس انه بطرق ترفيهيه وتعليميه كمان، عشان كيف يعني تحفز الاطفال ان هم يعرفوا تاريخهم بطرق صح. يعني احنا دحين جيل التكنولوجيا طبعا الجيل، فكيف نخليهم يتعرفوا اكثر على تاريخ منطقتهم ومدينتهم جده، بس بطرق طبعا ترفيهيه وممتعه، بحيث انه يعني يكون المهرجان لكل مختلف الاعمار ومختلف الاشخاص. طبعا اتنصبت خيمه او انتم سميتوها قبه في وسط المهرجان، فاكيد احنا حابين ايش اللي كانت بتقدمه هذه الخيمه. طبعا القبه هي قبه ادخل التاريخ، هي تعتبر يعني اول قبه تنعمل في المملكه، وتعتبر الثانيه على في الشرق الاوسط. القبه هذه بتقدم فعاليه ادخل التاريخ، اللي هو تتحدث عن تاريخ جده من 2600 سنه، من قبل 2600 سنه، تعرض بطريقه عرض 360 درجه بتعرض تاريخ جده الماضي والان والحاضر وطبعا المستقبل. حلو. طبعا احنا رولا معانا عبر الهاتف مداخله هاتفيه من رؤى زكي حسنين، وطبعا هي نائب رئيس الابداع والمحتوى. يا اهلا وسهلا فيك رؤى. اهلا فيك حبيبتي وفي كل المشاهدين. رؤى طبعا احنا عرفنا انه انت كان لك مشاركه هذه السنه بافكار كثير ابداعيه، فعرفينا على الافكار اللي شاركتي فيها هذه المره وهذه النسخه من المهرجان. اوكي هي الافكار بدات طبعا من الكونسبت نفسه اللي هو مسمى تاريخ. مسمى أتاريك احنا طلعنا فيه هذه السنة علشان زي ما قالت رولا احنا بنحاول انه احنا نضيف الفرحة والألوان والأنوار على المنطقة التاريخية عشان نزيد رغبة الزائر انه هو يجي يشوف حاجة جديدة. حلو. طبعا احنا اخترنا الأتاريك انه هو يكون الرمز للمهرجان، لأن المهرجان بيسكلي كان كله عبارة عن إضاءات جميلة، إضاءات ملونة. احنا نبغى نبين المهرجان بحلة جديدة بس بالإضاءة. فاحنا اخترنا الاتريك انه هو يكون الرمز للمهرجان، وطبعا هو اتاريك جمع اتريك، عشان معظم الناس كانوا بيتساءلوا عن معنى اتاريك لانه في ناس كثير ما مر عليهم المسمى. فاحنا اتاريك هو رمز الاضاءه قديما كانوا يستخدموه عشان ينوروا فيه الازقه، ينوروا فيه البيوت. فاحنا الاتريك عامة هو أداة إضاءة. حلو. بس أنتوا كانت دائما معتمدين على الألوان يعني في المهرجان والإضاءات، بمناسبة أنه المهرجان بيعرفنا على أهلنا زمان والأيام حق زمان كيف كانوا عايشين، فكنتوا دائما معتمدين على الأشياء التقليدية. اليوم أنتوا هذه المرة وهذه النسخة غيرتوا حتى في الإضاءات، بحيث أنه هي صارت أكثر خلينا نقول تطور، ما هي تقليدية زي أيام زمان. بالضبط. هو زي ما قلت لك الكونسبت الإضاءة نفسها، أن هو المهرجان يكون مهرجان الإضاءة. الإضاءة عندك العلم هو النور، والفرحة نور برضو. فإحنا نبغى المكان يكون كله أنوار، كله فرحة، كله ألوان. وكيف نضيف التكنولوجيا على المهرجان عشان التكنولوجيا تطور، من أنه الناس مثلا السنين اللي فاتت شافوا الحارة تقليدية 100%، كل الأشياء كيف كانت بسيطة صحيح. وعادية. وهذا إضافة الألوان والإضاءات والرسومات اللي إحنا مثلا أضفناها على البوابة، أضفناها على بعض المباني، أضفنا على مسجد الشافعي وبيت نصيف إضاءات اللي هي 3D mapping الثلاثية الأبعاد، عشان تغير من حلة المنزل. يعني هو المبنى يفضل تاريخي أثري تراثي جميل، بس إحنا أضفنا عليه رسومات نباتية ورسومات نقوشات إسلامية قديمة بالإضاءة. هذا الشيء اللي هو غير من حلة المهرجان، وهو هذا الشيء اللي يعني حفز الناس. الصراحة أنا حسيت أنه يبغوا يجوا يشوفوا إيش في شيء جديد، إيش الإضاءات الغريبة هذه اللي حاصلة يعني. صحيح. طبعا رؤى زكي حسنين أكيد أشكرك على تواصلك معنا في برنامج سيدتي، شكرا لك. أكيد أرجع لك رولا وأسألك، يعني أكيد لاحظنا كلنا أنه في المهرجان هذه المرة كان في تركيز مرة كثير على الجانب الفني وكمان الفرق الشعبية. هل ما زالت الفولكلور أو الفرق الشعبية الحجازية ما زالت تجذب الزوار؟ طبعا يعني هذه الفنون الشعبية هي تعتبر أساس برضو موجودة في تاريخ جدة، وما زالت حتى حاليا احنا عندنا في مناسباتنا أفراحنا يعتبر من أهم العناصر اللي هي الفرقة الخبيتي، وكل هذه دائما تعتبر يعني أهم شيء دائما في عنصر المناسبات والأفراح. صحيح.
يعني هو لحاله يعتبر يعني احيانا شيء مفرح ومهرجان. صحيح. فاكيد يعني ما زال واكيد حيستمر دائما اللي هو كمان من اكثر الاشياء اللي جذبت الزوار اللي هو متحف الطيبين. فحقيقة احنا يعني ما رحنا، لكن خلينا نتكلم اكثر عن متحف الطيبين، ايش كان فيه، ايش كان لما ندخل ايش نستفيد منه؟ احنا كل سنة طبعا بنتكلم دائما عن اجدادنا والزمن القديم. طبعا متحف الطيبين يتكلم عن اللي هي الفئة العمرية اللي هي الثمانينات، اللي هو جيلنا اللي كان من اول كيف. فحبينا انه طبعا الجيل الجديد حاليا يعني احنا نعتبر بالنسبه لهم الزمن القديم. صحيح. فحبينا انه يكون دي السنه في يعني شيء لنا، انه يعني يجوا يعني الاطفال وكذا يتفرجوا انه احنا كمان كيف كنا. فكان المتحف عباره عن كيف الالعاب القديمه لنا والتحف، عملناها بطريقه عرض انه تكون في منها مجسمات، عندك الحلويات، عندك يعني اشياء جدا كثيره تنعرض لزمننا. طبعا رولا اكيد انت عندك احصائيات كافيه عن هذا المهرجان من حيث العمل، من حيث الزوار، فاعطينا لو احصائيات كده سريعه. السنين اللي فاتت لمهرجان جده التاريخيه كان احصائيات تعتبر 5 مليون زائر في الثلاث النسخ اللي فاتت. هذه النسخه احنا عندنا ثالث يوم اللي هو اللي فات حققنا 150 الف زائر في ثلاث ايام، وان شاء الله ما شاء الله ثلاث ايام وثلاث ايام اجازه، يعني اغلب أيوة الناس مسافره. ايوه الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. احصائيات من مركز ماس، فإن شاء الله طبعا تزايد العدد اكثر اكيد ان شاء الله باذن الله. طبعا رولا الطف اكيد اشكر وجودك معنا اليوم برنامج سيدتي، وان شاء الله من نجاح لنجاح اكثر ان شاء الله. شكرا لك ان شاء الله. طبعا متابعينا، والى هنا نكون وصلنا الى اخر فقره في حلقتنا لليوم. كنا معكم اليوم وان شاء الله دوم في برنامج سيدتي. دمتم بخير.